وبه أهتدي وأستعين. تحية لكم جميعا مواطنينا وإخواننا وأبناء في قصر علين. هذا المعقل من النضال، وأريد قبل كل شيء أن أرحب بأبنائنا الذين قدموا من المهجر من إيطاليا وألمانيا وفرنسا للحضور معنا في هذا الحفل العظيم الذي نحتفل به الكل بمرور 79 سنة على ولادة الحزب الحر الدستوري الجديد هنا في قصر أهلين في مثل هذا اليوم 2 مارس 1934. وأريد أن أرحب خاصة بزملائنا وإخواننا في أحزاب اتحاد من أجل تونس، واللي هوني معانا اليوم. احنا تولد الحزب الحر الدستوري التونسي هنا في قصر أهلين، ولكن اليوم جيناكم 5 احزاب مع بعض. لا عاد لا عاش خويا امان 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 جبني انا في جوهرة نخدم في جوهرة اذاعه انا نعدي في الديريكت هاك تتفرج انت تو يعجبكش الجديد جاء بمشروع جديد هنا في قصر أهلين، ونحن أيضا جاءنا بمشروع جديد مستقبلي من أجل تونس وخدمة تونس ونجاح تونس في كل المعارك إن شاء الله. ولماذا الحزب الحر الدستوري الجديد تولد في قصر أهلين؟ علاش مش في مقاولة؟ على خاطر في قصر أهلين فيها ناس متفتحين، أمثال أحمد عياد اللي كان في الحزب القديم لا محالة، اللي كان متشدد في الحزب القديم ومغلق، لكن أحمد عياد كان من الناس المتفتحين، وهو اللي مكن المسؤولين الجدد اللي على رأسهم الحديد بورقيبة واللي على راسهم محمود المواطي وعلى راسهم طاهر صفر وبحري جيجا ومحمد بورقيبه. هذه الثله الاوليه اللي مشات في المركب، سيرت المركب من هوني، لكن في الطريق ثم شكون نزل من المركب، وثم شكون قضى لحظه، وثم شكون طلع من جديد، ولكن في الحقيقة حبيب بورقيبة وصل إلى الآخر وجاب النصر المبين. الله أكبر الله أكبر. ما نش الناس عليك سيأخذني ساعة من الصغر. الله أكبر. الدستوريون شاركوا في المعركة التحريرية وكسبوا هذه المعركة وجاء الاستقلال.
وكذلك أيضا بناء الدولة، هذه الدولة التونسية العصرية المستقلة ذات السيادة، الإسلام دينها والعربية لغاتها والجمهورية نظامها. وهذا اليوم اللي طلعوا في الحب يحبوا يقصيهم من المحل من الساحة السياسية، وهذا موضوع ماهوش معقول، وهذا ما نخليهوش بكل لأنه مش مصلحتوش. ولهذا نحن هالفيلق هذا جديد، الثلة الجديدة هذه من المسؤولين إن شاء الله باش تواصل الرسالة، ترفع المشعر وتهز العلم هذا اللي يجي هنا خليه فوق النجمة والحلال هذيك والهلال يرفرف يرفرف حيث يرفرف وشتوها تطول عليكم يظهر فيها الشمس طاحت، إذا كانت طاحت تبرد الدنيا. قد ما يعملوا انتم ناس ملاكه ما كنتمش قرايه، الساتره ملاكه ما همش قرايه، وبقعتهم موجوده على كل حال في نداء تونس كل دستوري مرحبا بي. يعني مش معقول مش نقصيه حتى حد، لأن الناس عندهم الحق، كل واحد عنده الحق باش يشارك في الحياة السياسية تاع بلاده، وما ثم حتى حد يحب ينحي له الجنسية نتاعو. خلينا نواصلوا هالكفاح هذا ونوصلوا إلى النصر، كيما وصلنا إلى النصر في تحقيق الاستقلال وبناء هذه الدولة. وثم من سوء الحظ الآن هالمحاولة هذه، حتى لما في الحزب المتشدد هذا ثم بعض من العناصر تفهم وتقول لازمنا نتحاور ولازمنا كذا، هو تو باش يعبوا عقلون لان في كل الاحزاب المتشدده تلقى ناس كيف احمد عياد يعني يحب التفتح ويحب الحوار موجود، وما فيهم ناس من هذا النوع. ولكن انا نقول لكم انا في الاخر ان الحوار سينتصر، وان الحوار هو اللي باش يمشي، وان تونس عاشتها بكل اولادها سواء كان هذا او احنا او غيرنا اللي جايين بعد. وما ننجحوا الا ما نكونوا اليد في اليد وكل مع بعضنا اسوة بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا أمريكا نسمع في الشعر، شعر شعبي هذا ديما يذكرني أنا بشعر شعبي، لأن نحن نحب شوية شعر زاد. الشعر نوصيك يا ابن العم إذا تقبل الوصية بليك من اللي أصل ذم يرميك في مهما هي، ربيتها بخير ونعم وطلعتها للثرية كبر راسها وعمل لك شم وتلقى فعالها رزية، أنا رضيت بالهم والهم مرضى بيا. وقولوا في المستقبل أن تونس حاجتها بكل أولادها سواء كان الموجودين ولا الجايين، لأن ما ثماش حزب قادر باش يسير البلاد وحده، لا حزب النهضة
ولا حزب حاجة أخرى. ويلزم نتعاونوا مع بعضنا، ويلزم نتعلموا نتحاوروا مع بعضنا، ولأن الحل هو في التوافق. هاو توا نعملوا في الحكومات الأولى والثانية والثالثة، جرتوه بردتوه بجرتوه بردتوه ماذا مات. ما كان محل إلا في التوافق، لا كل إلا ما توازن كل تشارك فيه، واللي ما فيش توافق ما فيش مصلحة وما فيش حل. هذا إن شاء الله يرجع الرشد لأصحابه. ونحن توا دائما علمونا تغليب العقل على العاطفة، وقالوا لنا الدواء بيوقف الرخام، وإن شاء الله نداوموا الكل مع بعضنا، داومين ونخدموا بلادنا بصدق وإخلاص. وهذا ليس غريب على أهالينا في الساحل بصفة أعم، وفي قصر حلير بصفة أخص. بحيث اش باش نقول، الله يرحم بورقيبة على كل حال. هو اللي جابنا المناسبة هذه باش جينا فيها، والله يرحم أحمد عياز دائما. وشكرا وتقديرا لكل أهالي قصر هلال ومن وراه إلى كل هاتي القرى، إن شاء الله أنا ما نزوروكم إلا في الخير وفي مناسبة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيكم والحمد لله ورب العالمين.